في شأن آخر، طلبت السعودية مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حاسم وثابت ضد إيران. جاء ذلك في رسالة بعثت بها السعودية إلى مجلس الأمن، تنتقد فيها وتفند تصرفات إيران في المنطقة وسلوكها المتهور المتمثل في جر المنطقة إلى وضع خطير، مؤكدة استمرار النظام الإيراني في دعم أجنحته المسلحة بالمنطقة وتعديه على السلام والأمن الدوليين وعلى استقرار وإمدادات أسواق النفط في العالم. وشددت السعودية في رسالتها على أنها ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية لمنع نشوب الحرب.